السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل التحية والتقدير لحضراتكم متابعي على القناة عالم السباك أحمد ضيفي وعلى صفحة الشباب العامة والشخصية على الفيسبوك أحمد إبراهيم ضيفي، كل التحية والتقدير لحضراتكم. طبعا الفيديو ده احنا بننوه فيه ان احنا كده في صدد إحلال وتجديد بسبب مشاكل وكوارث السباك. ده إحلال وتجديد حضراتكم، ده حمام إحلال وتجديد بسبب كوارث السباك، عشان كده بنقول أقل خطأ في السباكة بيكلف كتير، فما تستهترش في قسم السباكة. أخطر بند وأهم بند عندك بيكون في المنشأة ككل في المعمار، بيكون بند السباكة. باقي ما باقي مش بنقلل من البنود، ولكن بتبقى درجات، يعني الخطير بند السباكة عشان يبقى مدفون تحت السيراميك، سواء كان في شبكة البولي أو كان شبكات الصرف برضو تبقى مدفونة تحت السيراميك فبتكلف كتير. احنا بنعرض الفيديو ده حضراتكم إن شاء الله، إن احنا كده عملنا عملية إعادة صبة، عملنا صبة الأول للأرضية، ما كانش في صبة هنا، عملنا صبة للأرضية هنا للحمام عشان تشيل معانا المواسير وعشان تشيل معانا السيراميك بتاع الارضيه. اثنين، هنخش في بند العزل. بند العزل بيبدا معانا في الخطوه الاولى، ان انا ازاي اعمل عزل. العزل مش هنتكلم في اهميه العزل، هنتكلم في طريقه ان ازاي نعمل عزل لو انا عندي مداخل زي كده داخله. المداخل اللي عندي دي كده اولدها نعملها، انا رافع ده كده من هنا اولا عشان اكرمكم الله الريحه ما تردش عليه، لان انا شبكت الصرف من بره. اثنين، عشان احفظ بس الجلبة هنا ما فيش حاجة تتطرقش منها خلطة أو حاجة تتعدم، يعني عشان أحافظ على الشغل، أما الشغل ده هيتفك تاني. المخرج ده عندي مخرج بيخص القاعدة الفرنجي، يعني تنويه سريع كده للصرف اللي راكب، ده بيخص القاعدة الفرنجي، لسه هنفك الكوعين ده وهنستمدد، هنمدد باقي الشغل، أنا آسف، هنمدد باقي الشغل بعد بند العزل. عندنا البند ده مخرج 3 بوصة كيسل، 3 بوصة كيسل هياخد عندي هنا، بيبقى في المكان ده فيه بانيو، هياخد صرف البانيو وبياخد معاي صرف الحوض حضراتكم. يبقى كده عندي مخرج 3 بوصة على بيبة 3 بوصة على مخارج 2 بوصة عشان عدم معاناة العميل تاني في التسليك حضراتكم. طبعا احنا معارين هنا للبيبة في الخرسانة على اساس حضراتكم ان احنا متفقين التقعير ده في الخرسانة على اساس الارضية بس البيبة ترتاح عشان الميول، عشان نرجع، لان انا عندي ليفل ثابت في الارضية عاوز ارجع عليه نفسه هو عشان ما اكلفش العميل وما يبقاش عملت وضع تاني زيادة مخالف على المكان بتاعه عشان اطلع في اقل الاضرار. انا بتكلم بسرعة بحيث ان الم حضرتك واشركك معايا في الفيديو في كل النقاط، يعني وبحس ان انت ما تملش مننا. فان شاء الله اللي قاعد معانا ومشاهد الفيديو لغايه اللحظه دي، نتمنى من حضراتكم رجاء ان انتم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات الجديده والشيقه والمفيده ان شاء الله دائما على قناتنا. نرجع تاني ان احنا ريحنا الحته دي، كسرنا في الخرسانه على اساس نريح البيبه ولازنه بتاعتها، عملنا الطرنش ده، فكينا الصرف البوصه ونص اللي بره على اساس هنشغل 2 بوصه لصرف الحوض، يبقى عندي صرف الحوض هيبقى 2 بوصه على بيبه 2 على 3، عند المخرج 3 بوصه، عندي قاعده اكرمكم الله دي قاعده بتخص القاعده البلدي وكده القاعده الفرنجي، يبقى هقول ان القواعد هنا كل مخرج لوحده. فكده حضراتكم كل مخرج هنا مستقل لوحده، مكونات الحمام بالنسبه للصرف قاعده فرنجي، مخرج البيبه مستقل عشان يبقى الخفيف لوحده، الخفيف اللي هو صرف حضراتكم البانيو وصرف الحوض عندي، ده بيسمى الخفيف على بيبه 3 بوصه بينتهي بره على جيل تراب قاطع ومانع للريحه ومانع للحشرات. عند القاعده الفرنجي طبعا مستقله لوحدها. يبقى كده دي فكره سريعه خدناها احنا على الاصرف. طيب احنا نعزل ازاي؟ نعزل فوق المواسير ولا تحت المواسير؟ الصح ان احنا هنعزل تحت المواسير عشان كده في مسافات سايبينها احنا على اساس ان احنا نعزل تحتيها، نعزل لما يكون عندي سقوط، فانا كده عندي سقوط في الحمام عشان كده دخلت المخارج بتاعتي وانا هبتدي اعزل تحتيها. لكن لو ما عنديش ساقط طبعا هيختلف الوضع، يعني اللي انا الفكره اللي انا عاوز اوصلها العزل بتاعي الصح ان هو يبقى تحت المواسير. عشان ايه بعزل؟ مش عشان السباكه ولا عشان مواسير البولي ولا عشان مواسير الصرف، احنا متاكدين انه الصرف انه البولي مفروض ان انت بتاخد عليه شهاده ضمان من الشركه، بتجي تستلم وبتضغط وبتديك شهاده ضمان، فانت كده خلاص خط ضمان عليه، فانت مش محتاج تعمل له عزل، ان انت كده اوريدي قبل ما تصرف مصاريف السيراميك انت كده خط ضمان عليه. طيب ده كده باب ناجح. ترجع لباب الصرف، انت بتتخير بقى الصرف الصح، وهنبقى نعرف في فيديوهات تاني ايه الفرق بين الصرف ده وبين المنتج ده وايهما افضل وايهما احسن، هنبقى نعرضهم. الصرف هنا عندي بيعتمد على اختباري انا كفني، انت تستلم مني الشغل ده مضغوط، طالما انت استلمت مني الشغل مضغوط يبقى كده الشغل ده سليم 100%، تقدر انت تبلط عليه الارضيات. والبولي انت خدت عليه ضمان، وكمان في الشركات اللي هي يعني بدون ذكر اسماء برضه الصرف هنا في بعض الشركات معينه بتدي لك ضمان على الصرف، يبقى انت الصرف ماخد عليه ضمان، البولي ماخد عليه ضمان، يبقى كده انت بتعزل. ليه انت بتعزل؟ عشان خاطر دائما الرطوبه في الحمام اكرمكم الله، ودائما الرطوبه طبعا بتسمع من الفواصل، عيوب السيراميك في الفواصل تحت ان هو بيسمع، بتنزل الميه تحت، الرطوبه بتنزل تحت وبتضر
بتنزل الميه تحت وبتضر الارضيه، فكده هتبص تلقى الاساسات عندك اتشبعت بالميه، عمود زي ده مثلا خرسانه اسمل زي ده اتشبع بالميه، في الاخر هيضر عندك الاساسات. فانت بتعزل عشان تحمي الخرسانه او سقف جارك ما يدخلكش في مشاكل، يبقى السقف بينقع او بنشع ميه على جارك او اساساتك في الارضيه مثلا لو كان ضرر زي اللي احنا فيه ده مضبوطه. يبقى انا بعزل ليه؟ بعزل مش عشان السباكه بايظه او فيها مشكله، لا، مفروض ان انت بتاخد شهاده ضمان على البولي وبتاخد ضمان على الصرف وبتختبر الصرف، اثنين نجحوا انت بتعمل عزل عشان خاطر بس ان انت تحمي الارضيه من الرطوبه، يبقى انت حافظت على الخرسانه، الخرسانه ما شبعتش بالمياه بسبب التسريب او الرطوبه، فهتشبع الحديد هيصدي عندك كده، بالتالي هتفك سباكه وسيراميك ولكن مش هتقدر تفك اساسات المنشاه عندك. يبقى النقطه دي اكيد يكون وضحت لحضراتكم كده. احنا اول خطوه في العزل بقى ان احنا عملنا الصبه دي، وبعدين هنخش طبقه مونه بالاضافه الادابوند عشان اي تعشيش في الصبه احنا كده المفروض ان احنا نقفله. وبعدين العزل ما بيتعملش على الطوب، هناخد رقبه جزازه من هنا ونعملها ونعمل وزره 45 درجه، وشرحنا قبل في فيديوهات سابقه ايه في افاده الوزره وايه افاده الخلطه. اي مسام عندك لازم تقفلها، اي مخارج عندك زي كده طرنشات عشان الاصرف لازم تنتهي منها، والمخارج تنتهي منها وتقفلها كويس وتخلص تكسير نهائيا لولا ما تبدا في بند العزل. كده ان شاء الله احنا هنعمل رقبه جزازه وهنغطي الارضيه دي بطبقه اسمنت بالاضافه الادابوند وباسمنت زياده، وكده كمان احنا حضراتكم نفضنا كنسنا مره واثنين وثلاثه، وفي الاخر نفضنا الارضيه دي كلها بالباور بتاع الهواء. حدي مثال بسيط لحضراتكم عشان العزل اللي احنا شغالين فيه عزل كيماوي، وعزل يعني يعتبر العزل هو السيكا 107 بتشتغل بيه حمامات السباحه، افضل نوع عزل موجود بيستحمل ضغوطات، وعن تجربه عندنا استعداد نخليه يوم واثنين وثلاثه، لو عاوز تخليه سنه مش هيسمع ميه خالص تحت. كده حضراتكم بننظف الارضيه زي ما شايفين عشان نوصل لاساس الصبه خالص، وكمان بننفضها بالهواء كده بس عشان ما اصدعش حضراتكم، انا بس بدي الفكره كده. خلاص هنرش الارضيه ميه وهنخش نعمل رقبه جزازه وهنبقى نعرضها لحضراتكم، بعد كده هنمشي خطوه خطوه في موضوع العزل. يا ريت اكون افدت حضراتكم وما اضلتش على حضراتكم، ويا ريت الكل يشترك في القناه وفعل زر الجرس يصلكم كل مفيد ان شاء الله، وانتظرونا كل يوم في جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.